مساء الخير عليكم مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في النادي. في النادي اليوم بنواصل حديثنا الذي بدأناه بالأمس مع نجم التنس السوداني ورئيس اتحاد التنس الكابتن خالد طلعت فريد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن بداياته في هذا المنشط، تحدثنا عن تأثير الأسرة وجوانب أخرى في حياة الكابتن خالد طلعت فريد. اليوم نركز أكثر على تدرجه منذ أصبح رئيس لاتحاد التنس وما الذي تقدمه هذه اللعبة بشكل عام للبلد وللناشئين وللشعب بشكل عام. مرحب بكم، مرحب بنجمنا الكابتن خالد طلعت فريد. مرحب بك. مرحب بك أستاذ ميرفت، تحية للمشاهدين مرة أخرى. الحقيقة في إجابة لسؤال، التنس أصبح يعني شغف منذ الصغر، وأصبح البيت الثاني بتاع الشخص. أغلب حياتك أو نص حياتك في النادي بالتأكيد، وهو مؤسسة تربوية من الطراز الأول كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وأصبح شغف، والإنسان أصبح مرتبط ارتباط وثيق بالمنشط، ومرتبط ارتباط وثيق بالمكان. وبعد ذلك رأينا أنه التنس قدم لنا كثير جدا. إحنا كشخص ضعيف قدم لي فيك لما كنت ناشئ، ولما بقيت لاعب وبقيت بطل إلى آخره، ولذلك إداريا حبيت أنه أدي برضو المنشط الخبرتي وكذا، وعشان يستفيدوا منا النشأ الصغير، زي ما كان هناك في يعني رواد يعني أضعوا لنا الطريق إداريا وسهلوا لنا المهمة. ولذلك الواحد بيحب الآن أنه يشتغل إداريا عشان يرتقي بالمنشط. طيب الآن لو نظرنا للتنس كلعبة عالمية، بنجد أنه هي لعبة بتسلط عليها الأضواء، بترعاها شركات كبرى، بتخدم دولة، يعني بتعكس جانب مشرق اللاعبين لدولهم. ما الذي يفعل التنس الآن في السودان؟ يعني أين نحن مما يدور حولنا في هذه اللعبة؟ أنا أعتقد أنه منشط التنس في السودان في السنوات الفاتت، أو خلينا نتكلم منذ السبعينات إلى التسعينات إلى الألفينات من القرن الجديد، التنس من أكثر المناشط السودانية إحرازا لمراكز بطولات دولية، ميداليات إلى آخره. وأيضا اتحاد التنس بيتميز بشيء بأنه من أكثر الاتحادات تنظيما لبطولات دولية. البطولات الدولية دي الشيء المهم جدا فيها إنها بتسلط الضوء على 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 المنشط نفسه، وبتجذب أنظار العالم للبلد، لأنه نحن آخر بطولة عملناها كان فيها 58 لاعب من 21 دولة. متى كانت آخر بطولة؟ دي كانت في 2010. 2010 دي كانت يعني كانت بطولة كبيرة جدا جدا، ونظمها مع الاتحاد الدولي للتنس. بعد ذلك جاءت سنوات الحقيقة الوضع الاقتصادي للبلد، لأنه دي يعني والدعايات. أعتقد أنه 12 عام فترة طويلة جدا للتوقف عن تنظيم البطولات. بالتأكيد البطولات بتحتاج لميزانيات كبيرة، يعني مش عملية سهلة، لكن وبرضو بعد كده البطولات نفسها في الشركات الراعية بترعى، والدولة بتدعم، الاتحاد الدولي بيدعم أيضا، لكن لازم يكون هناك في رعاة بيدعموا بقدر مقدر من المال، وبعدين في الدولة نفسها بتدعم إلى آخره. المسألة دي في السنوات الأخيرة كما هو معلوم للجميع، المسألة دي قلت كثير للظروف التي يعلم الجميع الاقتصادية للبلد. طيب ما هي جهودكم للتغلب على هذه الأمر؟ يعني أعتقد أنه لابد من تجاوز كثير من العقبات حتى تستمروا في تنظيم البطولات. السنوات الأخيرة يعني إحنا ركزنا بشدة إننا ننشر المنشط على أكبر عدد من الناشئين محليا، وننتشر جغرافيا أيضا، وأعتقد بفضل الله تعالى قدرنا نحقق بعض الأشياء.
وأيضا ما وقفنا من مشاركاتنا الخارجية، سواء كان للمدربين التأهيل التدريب أو التحكيم أو اللاعبين الناشئين في البطولات الخارجية. وبرضو استجلاب المعدات، فتح أندية جديدة، تأهيل مدربين، المسيرة لا زالت ماشية بكثير جدا من التحديات. كل الشركات الراعية اللي كانت دائما في السابق بطرعة الآن أصبحت مقدرتها على الرعاية ما كما كان يعني. بالرغم من أنه حاولنا خلال هذا الحوار أن نسلط الضوء أكثر على شخصية وتاريخ خالد طلعت فريد، إلا أنه يقودنا الحديث دائما لكل التحديات والعقبات التي تجابها المنشط بحكم أنك رئيس لمجلس إدارة اتحاد التنس. لكن دعنا نعود لك قليلا، ويمكن لمع اسمك في الفترة السابقة، دعنا قبل ذلك نتحدث عن الأوسمة الكثيرة التي يعني حزت عليها. أعتقد أنه تقلدت عدد من الأوسمة والجوائز خلال مسيرتك. أيوة، يعني أنا كنت يعني فخور جدا الآن بأنه أكون يعني أتقلد وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس جعفر نميري، وفخور جدا رحمة الله عليه، وفخور جدا أني أستلم أول كأس للجمهورية 1976 أيضا من الرئيس المرحوم جعفر نميري. والمسيرة ما كانت كما الناس لم تكن سهلة؟ ما بتكون سهلة، لأنه حقيقة أنا بديت ألعب لما بقيت أنافس على البطولات الكبيرة في سن مبكرة، في سن 15-16 سنة، فكان في تحديات وكان في أجيال قدامي عندهم خبرة وراسخين في الـ فنيا في المنشط يعني. نعم، احنا نواصل في هذه الجزئية لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعاود. عدنا لكم من جديد، وكابتن خالد طلعت فريد في النادي اليوم يجمل سماء النادي. كابتن خالد، كنت قد بدأت الحديث حول أنه اسمك في فترة سابقة ترشح كأحد الذين أو ظهر كأحد الذين مرشحين لوزارة الشباب والرياضة مع ثلة من الرياضيين، منهم الكابتن علي جاجرين، منهم كابتن خالد طلعت فريد، عمر البكري أبو حرز، أسماء لعدد من الرياضيين. استبشر الرياضيون خيرا حينما ظهرت هذه الأسماء بحسبان أنه وجود رياضي من قلب الحركة الرياضية أمضى عدد من السنوات في العمل الإداري التنفيذي أو العمل الإداري في مجالس الإدارات، كأنه يختصر الزمن ويسهل الأمر على وزارة الشباب والرياضة، فحدثنا عن هذا الجانب. طيب، أولا صدقا أنا ما جاني أي يعني ترشيح من جهة رسمية، إنما هو من أشخاص ومنظمات وإلى آخره. وشكرت الأخوان الوضع الثقة دي فيني شو جدا وكذا، ولكن اعتذرت طبعا. أقول إنه في تحدثنا عن الترشيح، إنه يكون ترشيح من شخصية رياضية، ده مهم جدا، مهم جدا، لأنه الشخصية الرياضية على الأقل عارفة الوسط الرياضي تماما. الوسط الخارجي ممكن يتفاعل مع الشخصية الرياضية وحل المشاكل. الوسط الرياضي كما تعلمون جميعا كله مشاكل كثيرة جدا، لكن الرياضيين يقدروا يحلوا المشاكل فيما بيناتهم بسهولة، إذا كان الماسك زمام الأمر شخصية رياضية، أيضا العالم الخارجي من شركات ورعاية إلى آخره، تمويل، يقدر يتفاعلوا مع الشخص الرياضي، خصوصا إذا كان نجم زي علي جاجرين، زي عمر البكري أبو حيدر، الشخصيات الكبيرة دي بيقدروا يحلحلوا مشاكل الرياضة بطريقة أكثر. الرياضيين بيتحمسوا أكثر مما يجيهم شخص غير رياضي سياسي حقيقة يعني. صحيح. هل دفعت الرياضة من يتولى أمرها دائما يكون قد أتى عبر ترضية أو عبر كوتا أو عبر موازنة؟ في رأيي الشخصي بالتأكيد حقيقة،
يعني بالتأكيد مع احترامنا وتقديرنا لكل من تقلدوا وزارة الشباب والرياضة خارج الوسط الرياضي، وأعتقد بأنهم بذلوا جهد كبير فيما وفي وسعهم، لكن الحقيقة النتائج ما كانت كما يجب. نعم. طيب بعد هذه الخبرة الطويلة والتواجد بسنوات عديدة في الوسط الرياضي، ما هي أبرز التحديات والمشاكل التي تعيق العمل الرياضي في السودان؟ العمل الرياضي في السودان أول مسألة التمويل في الرياضة نفسها، والتمويل في دول العالم الثالث لازم يجي من الحكومات. الحكومات نظرتها للرياضة الحقيقة ما 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 نظرة يعني ثاقبة ونظرة فيها يعني تفهم. يعني إلى الآن للأسف الشديد الناس بتفتكر إنه الرياضة عبارة عن منشط مناشط ترفيهية أو لعب أو أشياء جماهيرية أو كرة قدم أو لكن الرياضة بمفهوم العام المعروف لدى قطاعات كبيرة جدا من الشعب السوداني إنه شيء بيدخل في الصناعة وبيدخل في الصحة وتربويا وبيزيد في الناتج القومي إلى آخره. فإلى أن تنظر الدولة إلى الرياضة بهذا المفهوم سنظل على هذا الحال. وأيضا نحن كرياضيين حقيقة ساهمنا في الأمر ده بالمشاكل الكثيرة تحت الرياضة اللي هي الصراعات والأشياء، وإحنا دائما بنقول دايرين ديمقراطية وأهلية الحركة الرياضية وبناخدها، لكن ما بنقدر نحل مشاكلنا برانا جوا. فأنا أوجه للرياضيين يعني إن شاء الله نداء بأنهم الناس يعني تترفح عن الأشياء دي، حاولوا نرتقي تضعنا في أولويات الصرف. سؤالي لك عن ما هو الحلم الذي يدور في ذهنك دائما ولم يتحقق؟ أن يعني السودان يعني يكون السودان بلد رياضي عنده إنجازات ضخمة جدا برا، وبلد يكون عنده وجود في الوسط الرياضي. على أيامنا في السبعينات والثمانينات كان هكذا السودان، يعني كان السودان بيحرز ميداليات كبيرة جدا، عدد كبير جدا من الميداليات، وبنصل لمنصات التتويج وكذا. فنحن نتمنى أن نعود مرة أخرى، أتمنى وما بعيد هذا الأمر، بقليل من الاهتمام بقليل من التنظيم الأمور ممكن ترجع. طيب في ختام يعني هذه الحلقة، أعتقد أنه هناك كثيرون يتابعون الآن ربما تراودهم فكرة أن ينتسبوا إلى أندية لممارسة لعبة التنس، فمن أين البدايات؟ البداية سهلة جدا، أنه يزوروا اتحاد التنس ويطلبوا العضوية. العضوية سهلة جدا جدا أكثر مما الناس بتتخيل، ونحن أبوابنا فاتحة للجميع لأننا عاوزين عدد كبير من الناس يمارسوا ويشاركوا. وبقول أنه الاتحاد زيه زي الأندية الأخرى، فيه مناخ تربوي جيد جدا، وفيه حياة عائلية اجتماعية، وفيه تدريب مجاني، وفيه رعاية بالناشئين ورعاية بالكبار.
إلى آخره، موجود بكل سهولة، يزوروا في زيارة للاتحاد التنس حيلقوا كل حاجة سهلة ومرتبة إن شاء الله. إحنا نتمنى لك التوفيق في مسيرتك كرئيس لاتحاد التنس، وأعتقد أنه المهمة وأنت تجلس على كرسي رئيس مجلس الإدارة ليست سهلة بكل المقاييس. أعتقد أنه كثير من التحديات تجابهكم، وكثير من المعوقات ربما هي قواسم مشتركة لكل الرياضات الآن، ولكن بقليل من الاجتهاد إن شاء الله يعني مسيرتكم تتواصل. إحنا سعدنا كثير بوجودك معنا وهذا البوح في أمسية من أمسيات النادي، وأعتقد أنه هذه المسيرة الطويلة لشخصك وللعائلة الكريمة تستحق أن تفرد لها المساحات. سعدنا كثير بوجودك، ألف شكر. شكرا لك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقتنا مع رئيس اتحاد التنس السوداني وأحد نجوم هذه اللعبة على مر السنوات وابن العائلة الرياضية الكبيرة طلعت فريد. نلتقيكم في حلقات أخرى وضيوف.